شيء مثير للاشمئزاز ومقزز لما تفكرين في ام واب يحبسون ابنهم او بنتهم ويستعرون منه فقط لانه عنده ميزه اسمها التوحد، المفروض ان هي تكون ميزه. ويحبهم يخبوا عن الناس وعن اعين الناس، يخافوا من الانتقادات رغم انه ما عاد في انتقادات، بالعكس في تحفيز في تشجيع الان. طيب احنا راح نتكلم اكثر عن هذه الامور وكيف ممكن احنا نكتشف نقاط التميز، وكيف ممكن نحول هذا الشيء اللي يعتبره البعض ضعف الى قوه مع الدكتور حمزه السيوف، وهو استشاري اعصاب ومخ اطفال معنا في الاستوديو. طولنا عليك دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح الورد عليك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يخليك. طيب هل احنا قلنا صح؟ احنا مش متخصصين، ولكن نعتقد دائما ان كل طفل عنده توحد عنده ميزه في شيء معين ممكن انه تصير نقطه قوه بدل ما هي نقطه ضعف. أول شيء شكرا على استضافتكم لي بالبرنامج. التوحد هو عبارة عن يعني وايد سبيكترم، يعني هو زي ما نحكي طيف كبير جدا. في أطفال وفي أطفال أنا بعالجهم عندهم نقاط قوة شديدة جدا، إبداع في الرسم، إبداع في الحفظ، وفي أطفال آخرين قد يكون عندهم المستوى الذكاء أو مستوى التواصل المعرفي يعني بطيء جدا. إذا الموضوع معقد مش معناته أنه حالة واحدة بالضبط سائدة. بالضبط، وهذا هو السبب الأساسي اللي يجعل من صعوبة لإيجاد السبب وصعوبة في إيجاد العلاج شافي كافي للتوحد. نعم. طيب بأي مرحلة عمرية تحديدا دكتور ممكن الأم أو الأب أنهم يبدأوا ينتبهوا أنه طفلهم والله عنده ميزة مثلا أو عنده قدرة مختلفة عن بقية أقرانه ويجب تطويرها؟ طبعا انت تعرفي انه وقت ما يتم تشخيص التوحد بالايام هاي وبالاوقات هاي تقريبا اصبح الاهالي كثير يعني يعرفوا عن التوحد. فبعد سن السنتين بعد ما يتم تشخيص الحالة ويبدأ بالعلاج له، ممكن يلاحظ الأهل أنه يكون عنده إبداع وتميز من خلال إدراجه في أماكن أو في مدارس خاصة لأطفال التوحد. فعادة تبرز المهارة إذا كانت بالأصل موجودة عنده. إذا المختصين في هذه المدارس يعني هذا من واجبهم أو جزء من واجبهم أنهم يكتشفوا إيش عند الطفل شيء مميز. طبعا طبعا. طيب في أنواع معروفة من التوحد وأنواع نادرة؟ سؤال كثير كويس. طبعا زي ما نحكي بالشكل العام عندك 10% من التوحد هو ناتج عن سندروم، متلازمات معينه مثل متلازمه التصلب الذرني، متلازمه ريت والى اخره. وفي 25% من ال 85% يكونوا غير متلازمات، 15% منهم يكون سببهم خلل جيني معروف الى حد الان. يعني 25% من اطفال التوحد عندهم سبب جيني. نعم. لما نتكلم سبب جيني والآن نشوف أنه علم الأجنة في تطور كبير، يعني هل ممكن أنه خلال السنوات القادمة ومع الدراسات وتطورها أيضا نحن نتلافى الإصابة ولا أنه لا يمكن؟ لجين يعني شكرا على السؤال هذا. ممكن أنا حب أعطيكم الآخر التطورات بالتوحد في ثلاث أشياء اللي منها هو العلم الجيني. نعم. تقريبا ما في شهر يمر علينا كأطباء أو كمهتمين في أمراض التوحد إلا ويكتشفوا خلل جيني قد يكون هو السبب في ظهور أعراض التوحد عند الطفل. لترالي زي ما حكينا لحد 25% من أطفال التوحد اكتشفوا لأنهم أسباب جينية. في الآن دراسات وجهود مكثفة لمعرفة شو المشكلة بدماغ طفل التوحد، مع العلم أنه 95% أو حتى قد يكون 99% من أطفال التوحد اللي غير متلازمة مترافقة مع متلازمة أنه الرنين المغناطيسي عندهم طبيعي. فالآخر دراسات أثبتت أنه قد يكون هناك خلل في الدوائر الكهربائية أو بالنواقل الدماغية اللي تسمى جلوتاميتيرجيك ريسبترز، يعني هو اسم معقد شوية. فالآن هذا ساعدنا أنه نركز أكثر على أن نلاقي علاج ناجع حتى يساعدنا في في التغلب على الخلل في دماغ أطفال التوحد. الآن التطور الثالث اللي حاب أتكلم عنه هو التطور بالنسبة لعلاج أطفال التوحد. في تطورين، تطور إيجابي وبرضه تطور إيجابي. التطور الإيجابي الأول أنه الآن أصبحنا بدل ما كنا قبل نستخدم العلاجات بشكل يعني عشوائي، وكثير من العلاجات المستخدمة الآن
أصبح العلم أعطانا الآن نتائج قاطعة إنه هذه الدراسات في معظمها أو العلاجات غير مجزية. وإذا تسمحوا لي أنا حاب بس أقرأ لك جزء من الدراسة نشرت الشهر اللي فات وكانت عبارة عن مراجعة شو آخر إشي بالتوحد يعني لوين وصلنا. يا ريت بشكل سريع. معلش. طبعا هاي الدراسة نشرت في اللانسيت وححكي لك عن العلاجات المستخدمة أكثر إشي في الآن بكثرة في البلد. Some complementary and alternative medicine might be tolerated. يعني بعض العلاجات المكملة قد تكون سهل الطفل يتحملها مثل الميلاتونين الفيتامينز الحمية والزيت السمك ولكنها ما في إلها فاعلية. No treatment benefit of secretin. السكرتين لا ما له فائدة. الآن النقطة هنا اللي هي مربط الفرس. الشيليشن ثيرابي سحب المعادن من الجسم. الهايبربريك أكسجين اللي هو حجر الأكسجين. استخدام المصل بالوريد واستخدام مضادات الفطريات have serious side effect إنهم أعراض جانبية خطيرة على مدى بعيد ولا نعم. بعيد وقريب نعم. without evidence of benefit مع عدم وجود أي دليل لفائدتها and should not be used ويجب أن لا تستخدم. وهذه هي طبعا هذا التطور الإيجابي إنه معظم الأشياء اللي تستخدم الآن في 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 الوطن العربي أو نقدر نقول لأطفال توحد هي غير مجدية تماما. نعم. طيب دكتور شكرا جزيلا لك. انا لو بدي يعني راح نتكلم ساعات عديده عن هذا العالم ولكن احنا يكفينا كهدف من حلقه اليوم تذكير فقط تذكير اي عائله تشوفنا الان وعندها طفل عنده توحد انه الجلسه هذه الطبيعيه في البيت انه خلاص عنده توحد وانتهى الموضوع غير كافيه. لازم ناخذه من ايده نحاول نكتشف اي مهاره موجوده عنده ننميها عشان حياته وحياتكم انتم ايضا بالضبط. تتغير. هو تحدي اصلا طبعا. بالنسبه بالضبط. للاهل عشان يقدروا يثبتوا انه هذا الطفل نقدر نطلع منه شيء مفيد للمجتمع ولنفسه حتى في المستقبل. شكرا لك دكتور حمزه. يعطيك العافيه. فرصه جدا. يعطيك العافيه.